لسه بنكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامجنا ان بوكس، وزي ما احنا متعودين ان كل يوم جمعه دايما في اخر فقراتنا بيكون معانا الداعيه يوسف عادل، وبنتكلم معاه عن سلسله من ضمن السلاسل، وكنا اخر سلسله متابعين فيها كلامنا الف ب دين، لكن احنا المره دي برضو يعني بنتكلم عن حاجه مختلفه شويه وعن التوبه، ويمكن ناس كتير ما بتكونش عارفه ايه اسلم الطرق للتوبه او ايه اصلا تعريف التوبه طبعا عند ربنا عز وجل. كل ده هنعرفه بالتفاصيل مع الداعيه يوسف عادل. ازيك يا حبيبي يا شريف؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يا رب لك يا شريف يا رب. خليني قبل ما ابدا عن التوبه ان شاء الله عايز اقول لك على حاجه حلوه قوي، ان النهارده اول فقره لينا للسنه الثالثه، يعني احنا امبارح بالظبط سنتين، يعني الحمد لله عقبال كل السنين ان شاء الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبشكر استاذ ميار جدا جدا، لان الفقره دي كانت سبب في خير في حياتي في كل حاجه، وطبعا كل اسره البرنامج شريف واحمد فاروق طبعا ونوران وكل الناس ونوره وهيا قبل كده، والاستاذ مجدي المخرج الجميل والاستاذ كريم، يعني بشكر كل الناس بجد، لان الفقره دي غاليه عليا قوي 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 ولها خير عليا كبير والله. والأستاذة ميار طبعا دي ربنا يرضيها ويسعدها لانها هي صاحبه فضل عليا، فكل سنه واحنا طيبين بقى وان شاء الله ربنا يجعل السنه طيب. يعني خليني لازم ارد عليك طبعا بالنيابه عنهم كلهم، احنا اللي دايما متشرفين بوجودك معانا فعلا، وبشكرك حاليا اهو في ودني من الكنترول طبعا، برد اوليك حبيبي ربنا يحفظك الشكر، ودايما بنستفيد طبعا من المعلومات معاك ومن النقاش معاك، وعبال كل السنين اللي جايه ان شاء الله بنجاح دائم باذن الله. يا رب ربنا يجعل السنه الثالثه كلها خير وفتح وتبليغ كده دعوة ربنا بالحكمة والمواعظ الحسنة إن شاء الله. التوبة دي كل فترة كده في الحياة بنبقى ماشيين في طريقنا في الحياة بنحتاج إن احنا نقف، يعني دايما بقول إيه، بتعمل ريستارت لدماغك كده، بتبدأ تقعد تفكر أنت طريقك عامل إزاي وأنت رايح على فين، وهل يا ترى أنت ماشي صح ولا لأ. فهي كأن التوبة دي حاجة بتخليك تبدأ تستريح كده، تبدأ تستكين، عارف اللي هو إيه، تقعد كده تفكر في حياتك، هو أنا حياتي ماشية صح ولا غلط. والتوبة دي مش شرط ان الانسان العاصي البعيد عن ربنا اللي بيعمل ذنوب كتير، هي طبعا التوبة ربنا شرعها لينا علشان خاطر ان احنا كلنا مقصرين، واصل البشر ان احنا مخطئين دايما، مهما وصلنا من درجة للقرب من ربنا فهنفضل مقصرين وهنفضل بنعمل ذنوب ومعاصي، ودايما بنقول الكلام ده كتير، ان مهما حاولت تقرب لربنا ودي حاجة كويسة جدا، بس احنا كبشر من صفات البشر وربنا خلق البشر ان احنا مقصرين وعندنا ذنوب، علشان نلجأ لربنا وعلشان نتوب وعلشان نستغفر فالله عز وجل يغفر لنا، لان الملائكة هم اللي مخلوقين علشان يسبحوا ويسجدوا كده، لكن احنا في الاخر احنا بشر. التوبة يعني انا حياتي شوية بعيد عن ربنا، يعني انا عايز ابدأ بمعنى مختلف شوية عن التوبة. التوبة عن ايه؟ يعني انا عايز اتوب مثلا عن الذنوب اللي انا بعملها. طب ايه الذنوب اللي انا بعملها؟ الذنوب اللي انا بعملها ان انا ممكن ابقى مثلا ايه مقصر في الصلاه. الذنوب اللي انا بعملها ممكن ابقى بتكلم على فلان. الذنوب اللي انا بعملها ممكن ابقى مثلا مقصر في حق مثلا صله الرحم، حاجات كتير صح. الذنوب ان انا ممكن تبقى في علاقه حرام مع بنت او البنت مع الولد، كل دي ذنوب محتاجين ان احنا نتوب عنها. لكن التوبة اللي عايز أقولها دلوقتي اللي أبدأ بيها، التوبة عن أي حاجة حتى لو هي حلال بتبعدك عن ربنا. يعني أنت ممكن تبقى حاجة حلال ربنا رزقك بيها، بس اوعى تخلي أولوياتك في حياتك تبقى في حاجة أكبر من ربنا في حياتك. هي طبعا دي بقى اللي محتاجين كل واحد يبدأ يرجع نفسه فيها. يعني مثلا الشغل حلالنا، الشغل ربنا أمرنا إن احنا نشتغل ونتعب ونجيب فلوس حلال ونجتهد ونطور من نفسنا ونتعلم، بس اوعى شغلك يشغلك عن إيه؟ عن طاعتك لربنا. صح. يعني إيه يشغلك؟ يعني النهارده ما تقوليش إيه؟ أصل أنا في طحنة الحياة وفي طحنة الشغل وقاعد بشتغل وبتعب، ما بصليش، ما بزكيش، ما بعملش، الله يسويش. صح. فما جيش بقى صح. إيه؟ حلال أهي، أنا ما جبتش حاجة، ما جبتش حاجة حرام، صح؟ فما تجيش تقولي أصل أنا مشغول. الزوجة، الأولاد، البيت، ده ربنا امرنا ان احنا نحسن للزوجه وان احنا نحسن للاولاد وان احنا نبقى بنراعي بيتنا، لكن اوعى بيتك واوعى زوجتك واوعى اولادك يخلوك تبعد عن طريق ربنا، او مش بنقول تبعد، يخلوك تتشغل شويه عن طريق ربنا، لان كل ما انت اتشغلت بطريق ربنا كل ما قدرت انك انت تحسن ليهم. لكن لو انك انت كل تركيزك انك ترضي زوجتك وترضي اولادك وتحاول تعيشهم حياه كريمه، وده طبعا مطلوب وبتاخد عليه ثواب، بس لو نساك في البدايه طريق ربنا، خلي بالك انت في النهايه انت عامل زي العربيه بتمشي فتره طويله بس في الاخر هتقف علشان محتاجه
البنزين صح. اللي بيمشيها. فانت النهارده ممكن تحسن لاهلك كتير قوي، لكن تيجي في وقت انت فقدت الطاقه اللي بتحركك. فاحنا محتاجين النهارده نتوب عن كل حاجه حلال بعدتنا عن ربنا. النهارده ربنا رزقنا بحاجه جميله، عربيه، ربنا رزقنا ببيت. اول مره اسمع الجمله دي يا يوسف. محتاجين ان احنا نتوب عن كل حاجه حلال ربنا امرنا بيها. طبعا شغلتنا عن عباده ربنا، لان يعني جمله جديده فعلا. احنا في حياتنا كده. يعني احنا في هو النهارده مثلا ماتش كره شغال، على فكره جميل جدا الانسان، يعني انا احيانا بعمل لنفسي مكافئات بس للاسف عمري ما نفذتها، ان انا مثلا ايه عارف ان في ماتش مهم، فاقول بص انا هخلص شغل طول الاسبوع واليوم ده مكافاه ليا بقى، انا عايز اتفرج على الماتش. طبعا عمرها ما حصلت وتلاقي نفسك اتشغلت باي حاجه، كلنا في الهوا سوا والله. لكن جميل انك انت ايه تكافئ نفسك بكده، لكن مش جميل انك انت قاعد بتتفرج على الماتش ظهر وعصر ومغرب وعشاء عداك. صح، فاهم انا قصدي ايه؟ يعني طب ليه؟ يعني طب ما النهارده، طب ما نصلي يا جماعه لا يبارك الله في عمل ينهي على الصلاه. ما ينفعش انك انت النهارده في عمل الا للضروره، مشايخنا وعلمائنا ودار الافتاء اللي يقول لك اه في دكتور مثلا في جراحه فما فيش مشكله. صح، في مكان الفلاني، لان هنا هيحصل ضرر فخلاص. لكن ما نبقاش عشان بنتفرج على الماتش، ربنا احل لينا ان احنا ساعه وساعه فاحنا قاعدين وعايزين نفصل شويه. جميل جدا، جميل ان احنا نروح نخرج مع اصحابنا، لكن هو ايه الصعب؟ ان لما الاذان ياذن سواء في نادي او في كافيه او في اي مكان اقوم اصلي وارجع، يلا بينا نقوم نصلي. صح، ففي النهايه كل ده حلال، كل ده ما فيهوش اي مشكله ومحدش اختلف عليه، لكن احنا بنخليه حرام لانه بيكون وسيله بتبعدنا عن رضا ربنا وعن طريق ربنا. دي محتاجه توبه النهارده، محتاجين نتوب عن كل لحظه مرت علينا لساننا ما كانش ذاكر لله. يعني النهارده عدى كام وقت؟ النهارده من افضل سنن يوم الجمعه الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والنبي بيرد عليك. ده احنا محتاجين نتوب يا اخي على كل دقيقه عدت من يوم الجمعه او اي يوم ما قعدناش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هيشفع لنا يوم القيامه، اللي كل الانبياء وكل الناس نفسي ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمتي يا رب أمتي، يا رب أمتي. هل ما يستحقش مننا ان احنا نبقى عندنا ورد للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت؟ ده احنا محتاجين نتوب عن تقصيرنا في الذكر. الذكر على فكره مش محتاج الشخص المتدين، انا ما بحبش كلمه متدين، كلنا ان شاء الله باذن الله بنحاول ان احنا نقبل على الله عز وجل، لكن في النهايه انت محتاج انك انت وانت قاعد في عربيتك وانت قاعد في الاتوبيس وانت قاعد في القطر وانت قاعد في اي مكان وانت واقفه في المطبخ وانت ماشي في الشارع وانت بتشتغل وانت بتعمل اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. احنا مش كلنا بنحلم ندخل الجنه؟ طبعا. ده احنا محتاجين نتوب عن اللحظات اللي بتعدي علينا، هنيجي يوم القيامه والله يا شريف هنندم على كل لحظه مرت علينا في الدنيا ما ذكرناش فيها الله عز وجل، ما استغفرناش فيها. من التوبه انك انت عايز تتوب فلازم تستغفر. ده النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم كان بيستغفر فيهم 70 مره و100 مره و1000 مره. النبي اللي خلاص اللي ما عندوش ذنب. هل احنا النهارده مش محتاجين نتوب عن تقصيرنا في الاستغفار؟ طب محتاجين نتوب عن ايه تاني؟ عن تقصيرنا في شكر ربنا. احنا بنشكر ربنا على نعمه، بنشكر ربنا على نعمه راحه البال، بنشكر ربنا على نعمه الصحه، بنشكر ربنا على نعمة ان احنا قادرين نبقى عايشين. تعودنا التعود ألفنا النعمة. ألف النعمة خلاص، احنا خلاص عادي يعني. عادي يعني. صح، ما بنحسش بيها الا لما ايه، لما نيجي نشوف لقطة كده ده فلان اعلان جه في او حاجة تحصل لك او حاجة تحصل. ما هو لما حاجة بتحصل لحد قريب لك تتذكرها وتنساها، لكن اول ما بتحصل لينا بقى نبدا نقعد ونبدا نفتكر. شفتها كتير قوي، وسبحان الله ده على فكره مش نفاق ان الانسان لما يبتلى يبدا يلجا لربنا، لان احيانا في واحد يقول لك لا هو انا هبقى منافق يعني انا ابقى بعيد كل ده واجي يعني هتوب؟ ما هو ربنا بيبتلينا علشان نرجع له، ما هو ربنا بيقرص ودنك علشان تروح له، علشان لما تسجد السجده دي اهو سبحان الله امتع اوقات تبدا تمر عليك لما تلاقي نفسك ساجد لربنا وقاعد بتبكي. احيانا ما بتجيش الا لما بتبتلى، احيانا ما بتجيش الا لما بيتقرص ودنك. هو ربنا عالم ان انت او انت لما يحصل لك كده هتيجي، لان ربنا اللي خلقنا وعالم. فهاللقطه دي اصبحت من الابتلاء لنعمه. صح، فاحنا محتاجين نشكر ربنا على نعمه الشكر، يعني نشكر ربنا على نعمه انه سمح لينا ان احنا نشكره.
طب لو ما شكرناهوش نتوب على الذنب ده. فبالتالي لما تيجي تبدأ تتوب على كل النعم وعلى كل الحاجات الحلال اللي ربنا رزقك بيها بس شغلتك عن ربنا، يبقى محتاجين ان احنا النهاردة نعلن التوبة دي، تبقى دي كده اول نوع من التوبة. طيب الحاجة التانية، كلنا مقصرين، طبعا. طيب هل الشخص المقصر او الشخص اللي مش مقصر، الشخص اللي عامل كبائر، الكبائر فوق مما تتخيل، هل النهاردة يقول لك ايه؟ طب انا يعني لو تبت ربنا هيقبلني؟ اهو الكلمة دي عند ربنا اكبر بكتير من الكبائر اللي انت عملتها. ليه؟ التشكيك في من رحمة ربنا، صح. دي اكبر ذنب في الدنيا، وهو الشيطان دايما بيلعب اللعبة دي، ان هو دايما يخليك تعمل الذنب، بعد ما تعمل الذنب يقول لك شفت انت ما فيش منك فايدة، انت ما فيش منك فايدة، انت بتعمل ايه؟ انت بتصلي؟ انت هتسجد؟ انت بتعيط؟ والله انت منافق. الشيطان بيشتغل على الحتة، صح. دي، صح. علشان دايما عايز ده. بالعكس، ده سبحان الله رب معصية اورثت ذل وانكسار الى الله. يعني احيانا بتيجي تعمل الذنب فتلاقي قلبك حصل فيه كسرة كده وسجدة كده، دمعة تنزل، بقيت انت اقرب لربنا من مليار حد ممكن تشوفه متدين، لكن هو في قلبه فيه ذرة كبر، والكبر ده هو اللي خرج الشيطان من الجنة، هو اللي خرج إبليس من الجنة. هو ما كفرش بربنا، هو ما سمعش كلام ربنا انه تكبر. فالكبر ده ممكن يجينا واحنا مش واخدين بالنا، صح. عن طريق كلمة، عن طريق طريقة كلام، عن طريق شكل معين للحياة، كله بيتحط تحت الكبر لو احنا مش واخدين بالنا. فلما تيجي النهاردة عملنا الذنوب وعملنا الكبائر، بس لما تيجي انت عندك انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، لا ده يقينا ربنا غفر، ربنا غفر. علشان كده لما تيجي تتوب، اول ما تتوب يقينا انت ربنا غفر ليك، يمكن ويبقى عندك يكون بكده. يعني يعني يمكن ربنا كمان بيقول لنا مش في التوبه بس، ده في كل شيء في الحياه، طبعا، في الرزق، في الدعاء، طلب حاجه معينه، في الرزق طبعا. فلما تيجي النهارده تتوب، لا ده انا مش ربنا مش هيغفر لي وبس، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني ايه ده؟ ايه كرم ربنا ورحمه ربنا ان انا الكبائر هتتحول لحسنات؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا جد؟ ايوه يا حبيبي نتكلم جد. ده الراجل اللي احنا حكينا قصته مليون مره، قتل 99 نفس، ما عملش لسه حسنات ولا عمل اي حاجه، مجرد انه واحد نصحه قال له غير المكان، صحبه السوء اللي هنقولها دلوقتي، اسباب الذنوب. فلما راح ومات دخل الجنه، ده لسه ما عملش حاجه غير النيه ان هو نوى. فلما نيجي نتوب عن ده، خلي عندك يقين ان ربنا غفر ليك ومحى الذنوب، بل استبدل سيئاتك حسنات. طب يا جماعه الحاجه اللي النهارده محتاجين نعملها، انك انت تشوف اسباب الذنب اللي بتخليك تعمل الذنب، ما تبقاش ايه مركز في الذنب وقاعد مش عايز تشوف السبب. لو شفت السبب اللي بيوصلك لده، صحبه سيئه، مكان معين، مكان بيفكرك بالذنب، حاجه بتفكرك بعلاقه حرام، انت لازم تتخلص منها. علشان كده من شروط التوبه الندم، ان احنا نندم، ان احنا ترك الذنب، ان احنا خلاص نسيب الذنب، الاقلاع عن الذنب، العزم على عدم العوده، ان شاء الله انا مش هرجع للذنب تاني. اول ما اعمل ثلاث حاجات دول، لو في اي حد بقى ليه حقوق اخلصها، عباد حد من اصحابنا من اهلنا، لكن اول ما اعمل الثلاث حاجات دول عن التوبه، ان شاء الله يا شريف يقينا وانا ساجد ان شاء الله ربنا غفر ليا وربنا سامحني، وافتح صفحه جديده واقول بسم الله في حياه كلها طاعه الى الله عز وجل، ربنا ان شاء الله يقبل التوبه يا رب. نتمنى يعني يوسف والله من ربنا يعني سبحانه وتعالى ان شاء الله انه يتقبل مننا يعني كل شيء وصالح الاعمال طبعا والتوبه. ويا جماعه يعني في الاول او في الاخر زي كده ما كان يوسف بيقول، يعني خلي عندكم حسن ظن طبعا بربنا سبحانه وتعالى، واطلبوا كل ما تشاءوا طبعا، وباذن الله يستجيب لكم جميعا في التوبه وفي الرزق وفي كل شيء تطلبوه. شكرا ليك يا يوسف، استمتعنا جدا معاك، وان شاء الله نكمل طبعا بقيه الكلام في التوبه. انا عارف ان هي لسه ما خلصتش ولسه في اجزاء ثانيه يعني نتكلم فيها ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. شكرا ليك يا يوسف. شكرا يا شريف، الله يحفظك. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده معاك، ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 6:30 برنامج انبوكس على صدى البلد. سلام.